العجيب وهذا المنظر المهيب من فوق متساويين. شوف التساوي في القبور، لكن الاختلاف يكون في باطن الأرض، منهم منعم ومنهم معذب، ومنهم من يرى مكانه في الجنة، ومنهم من يرى الروح والريحان، ومنهم من بشر برضا الرحمن سبحانه وتعالى. يا الله منظر عجيب جدا، منظر يا جماعة يلين القلوب مهما كانت قاسية. والله العظيم نصيحة، اللي ما يصلي يصلي نصيحة، اللي قاطع أخوه وما يكلم أخوه، واللي عنده مشاكل مع عيال عمه، واللي عنده أي مشكلة خصومة، والله هذه نهايتك. الدنيا والله ما تسوى يا جماعة، والله العظيم الدنيا ما تسوى أن نتزاعل عشانها وننعادي بعضنا عشانها، لا والله هذا مكانك. أتى في يوم الأيام علي بن أبي طالب إلى المقبرة لكي يزور القبور ويزور أصحابه، ومعه بعض من أصحابه، ثم التفت إلى القبور وأخذ ينادي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم يقول: يا أهل القبور، ما هي أحوالكم؟ فأما أحوالنا النساء فقد تزوجنا بعدكم، وأما الدور فقد سكنت بعدكم، وأما أموالكم فقد قسمت بعدكم، هذه أخبارنا، فما هي أخباركم؟ ثم التفت إلى أصحابه وهو يبكي ويقول: والله لو استطاعوا الكلام هؤلاء من في القبور لقالوا وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. والله لو قام هذا الميت من قبره الآن وتقول له وش تنصحني فيه، لقال لك: هذا الميت وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هؤلاء يا جماعة ترى يتمنون